سفير مملكة الاستخراء السعودي، ونقول مملكة الاستخراء السعودي لأن الملك سلمان عاهر المملكة كيف يفرق ما بين الاسترخاء والاستخراء. لم تكن تمضي سوى أيام معدودة على مطالبة وزير خارجية البحرين خالد أحمد الخليفة بحل قوات الحشد الشعبي العراقية، إلا ودع السفير السعودي في بغداد بأن تلك القوات لا تتمتع بالمقبولية من المجتمع العراقي، ومتهما إياها بالطائفية. أنا أسألك الآن، لماذا بعض المناطق العراقية الأكراد، مناطق الأنبار، لماذا رفض دخول الحشد الشعبي إلى مناطقها؟ لماذا ترفض؟ لماذا؟ لا أعلم. تصريحات أثارت موجة من الغضب في العراق على هذا التدخل الفج في شؤون العراق الداخلية من قبل مسؤولين لدولتين تمثلان النموذج الأسوأ في العالم على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان. دعواتنا دائما للمجاهدين المسلمين في جميع بقاع الأرض، لم نحصرها في العراق أو غيره. من هم المجاهدون المسلمون في العراق؟ الجيش الحشد الشعبي ولا من هم بالتحديد؟ قوات الأمنية؟ أي شخص كان، حتى نفك هذا لبس سعادة السفير، البعض يعتقد بأنه داعش هم المجاهدين الذين يدعون لهم بالنصر. داعش ولذا فهما آخر من يحق لهم الحديث عن حقوق الأقليات في العراق، في الوقت الذي يضطهد فيه نظام آل خليفة القمعي الأغلبية الشيعية في البحرين، فيما يعاني أبناء المنطقة الشرقية في السعودية ومنذ عقود من سياسات القمع والإقصاء والتهميش. مراقبون فسروا تلك التصريحات بأنها نتيجة لعدم تعامل الحكومة العراقية بشكل حازم مع هذين البلدين المتهمين بدعم الجماعات الإرهابية في العراق، فيما رأى آخرون فيها محاولة أخرى من السعودية وأذنابها لتصعيد التوترات الطائفية في المنطقة. وما دام السفير السعودي في العراق هو ممثل ملك الاستخراء، إذن يكون سفير بمقام الاستخراء السعودي في العراق.